حياك الله شيخ سليمان. الله يحييك شيخ سليمان صهر الأم صالح. الله أم صالح. الله الله أقول المسجد يشهد له 25 سنة يأتي بعد المغرب ولا يطلع إلا بعد العشاء، يأتي بعد الفجر ولا يأخذ طلوع الشمس حتى ذات الماء. قال ما شاء الله الأم صالح الله يدخل كل أسبوع مرتين، كل أسبوع مرة ما شاء الله تبارك الله. هذا بتوفيق الله للعم صالح، وإذا حب الله عبد استعمله الله على عمل الخير. أنا صير قرابة 25 ربع قرن ما رأيت إلا والد واحد، والله أنا فقدت أبوي عمري 3 سنين، فكان أبا لي الله يحفظه ويرحمه وينور قبله قبره ويعلي منازله ويرفع درجات العم صالح خليل سلامه تدعو جلاله يجمع مع والدي ويرفع الأعلى ويجمع مع أولاده وأحفاده بعد عمر طويل وصحة وعافية، يجمعنا وياه والمسلمين في جنة ويجعلنا قدوة نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهو اقتدى بالرسول صح في حب الناس له، احنا نقتدي عم نشوف جاء عاش هنا بالمسجد 25 سنة وعاش في النزهة هناك الحي 23 سنة وعاش في الهنداوية صح. جاء واحد امس يقول والله ما اني ما انسى، انا عمري 10 سنين 8 سنين انا ولا اخواني، كان المطر يجينا، كان بيتنا واطي وعنده عمارة، فكان ياخذني يطلعنا السطوح ويطعمنا ويسقينا الين ما يروح المطر ويرجعنا ثاني مرة. الله يرحمه. على شوفهم غير مقيمين يعني غير سعوديين. كان الجيران يعني بالليل خرج من الليل بعد 30 سنة يدعون، خرج من النزهة كذا، والان مات في النزهة ودفن في مكة والناس تدعي الله يقبل له خبره ويجعل اولاده خير وخلفه خير وسلم. اللهم اجعلنا وكل مسلم اسما من اذا مات قال الناس الله يرحمه الله يقبل له الله يسكن الجنة، لأن هذه شهادة لك بعد موتك. اللهم الله شكرا الشيخ.